كشف الاجتماع الذي عقدته اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء عن طبيعة الانقسام الحاد الذي يعاني منه الحزب بعد أن كرسته تركة سياسية مشتتة. وكان اجتماع اللجنة الدائمة قد ثبت صادق أمين أبو رأس في رئاسة المؤتمر وانتخب الرئيس السابق لمجلس النواب يحيى الراعي نائبا لرئيس المؤتمر، فيما انتخب قاسم لبوزة وأحمد علي عبد الله صالح نائبين للحزب وغازي أحمد علي محسن أمينا عاما. نتوقف عند هذه الخطوة لنناقشها في محورين: هل انقسم المؤتمر بين الشرعية وميليشيا الحوثي؟ وكيف تسعى الميليشيا لتوظيف بقايا أعضاء المؤتمر الموالين لها وما انعكاسات ذلك على مستقبل الحزب؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. المؤتمر الشعبي العام يتجه نحو المزيد من التشظي على المستويين الرأسي والأفقي، هذا ما كشفت عنه تطورات الساعات الماضية في صنعاء التي شهدت أول دورة انعقاد عادية للجنة الدائمة للحزب خلال الخمس السنوات الماضية من زمن الحرب. الدورة ثبتت صادق أمين أبو رأس في رئاسة الحزب الذي لم يعد حاكماً، وانتخبت رئيس مجلس النواب السابق يحيى الراعي نائباً أولاً، وانتخبت قاسم لبوزة وأحمد علي عبد الله صالح نائبين للرئيس، وانتخبت غازي أحمد علي محسن أميناً عاماً، وهذا الأخير متهم بالضلوع في قتل معتصمي ساحة التغيير فيما عرف بمجزرة جمعة الكرامة. خطوة كهذه قوبلت بالرفض من قبل فرعي المؤتمر الشعبي العام في تعز الحديدة وبرفض قيادة المؤتمر الذي جاء في سياق بيان لم نستطع التحقق من مصداقيته حتى الآن صادر في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. لكن أهم ما اشتملت عليه مخرجات دورة الانعقاد العادية هذه هو التصعيد المفاجئ لأحمد علي عبد الله صالح إلى نائب ثالث لرئيس المؤتمر، والذي أثار الشكوك بشأن مستويات التنسيق المحتملة بين أبو ظبي والحوثيين ضداً على إرادة الرياض التي دفعت بكل ثقلها لضمان استعادة مجلس النواب من الميليشيا الانقلابية في صنعاء كما يرى المراقبون. وكالة خبر التابعة لنجل المخلوع صالح أوردت خبر انعقاد الدورة العادية لدائمة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وتبنت مخرجاته على نحو يكشف حقيقة موقف القائد السابق للحرس الجمهورية المنحل المقيم في أبو ظبي من هذا الاجتماع، ويكشف في الوقت نفسه الإعازة الإماراتية المحتمل الذي سمح بإضافة نجل صالح إلى معسكر صنعاء المناهض للتدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات بفاعلية كبيرة. مرحلة تحريك الدمى من جانب شريكي التحالف الرئيسيين الرياض وأبو ظبي دخلت بقوة على ما يبدو، وها هي تكشف في بعض مراحلها عن مستويات جديدة من التنافس وربما التصارع بينهما حول مآلات الحرب الدائرة في اليمن. فكلا البلدين وفقا للمراقبين دخل على ما يبدو في شراكة قصرية متعددة الأبعاد لا تقتصر على اليمن فقط، بل ترتهن بصورة كبيرة للاستحقاقات المرتبطة بصفقة القرن، الأمر الذي وسع من دور أبو ظبي وأبقى موقف الرياض أكثر هشاشة تجاه ملفات حاسمة بالنسبة لأمنها القومي ومنها ملف اليمن وفقا لهؤلاء المراقبين. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الرياض القيادي في المؤتمر الشعبي العام السيد ثابت الأحمدي. سيد ثابت مساء الخير. أسمع ثابت الأحمدي. سيد ثابت هل تسمعني؟ سيد ثابت. نعم، إذا يبدو أن الاتصال بالقيادي في المؤتمر الشعبي السيد ثابت الأحمدي قد يعني انفصل الاتصال، وسيتم معاودة الاتصال به لاحقا. وأرحب بضيفي من صنعاء الكاتب الصحفي يحيى نوري رئيس تحرير صحيفة الميثاق. سيد يحيى مساء الخير. مساء النور يا هلا يا هلا. أهلا بك سيد يحيى. إذا ما الذي يعنيه قيام الدورة الاعتيادية لحزب المؤتمر في صنعاء وتحت رعاية ميليشيا الحوثية التي قتلت بالأساس رئيس الحزب وأمينه العام؟ في البداية أنا سعيد جدا أن أتحدث مع قناتكم. أهلا بك. سعيد أن أجد قناتكم تنفتح مع مختلف التيارات، هذا شيء جميل لنفكر من خلالها الصورة الكاملة والطبيعية لما حدث في صنعاء. انعقدت اللجنة الدائمة في إطار إرادة مؤتمرية كاملة تلبية لمطلب مؤتمري يعبر عنه الوسط المؤتمري العريض الممتد على مستوى التراب الوطني.
وانعقاد الدورة الاعتيادية في صنعاء جاء تلبيسا لهذه الحاجة المؤتمرية. والكل يعرف طبيعة المرحلة التي مر بها المؤتمر الشعبي العام منذ أحداث ديسمبر المؤسفة التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد المناضل علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية الأسبق. نحن في انعقاد هذه الدورة يؤكد المؤتمريون أنهم يعبرون عن تطلعاتهم نحو تنظيمهم وتلبيتهم لمتطلباته العاجلة في الحفاظ على وحدته السياسية والتنظيمية. شكل الجميع دراتكم أن تعرض الصورة للقاعة. القاعة شملت الكثير من المؤتمرين التجار الذين يتعرضوا من أعضاء اللجنة الرئيسية والذي يوصلون لخصوصة الفعاليات المؤتمرية شاركوا كلهم بفاعلية وبحماس من قطر النظير زبطوا تنظيمهم وحرصوا أن يخرجوا بنتائج تعبر عن تنظيمهم وتمكنهم من الحفاظ على وحدته الفكرية والتنظيمية. ولسنا بمعزل أو أنتم تعلمين بمعزل عن ما يجرى من مخططات تهدف إلى تمزيق وتشتيت. طيب يعني أفهم منك سيد يحيى بأن ما تم اليوم هو بعيد عن أي تنسيق ما بين ميليشيات الحوثي وقيادات المؤتمر التي قامت بهذه الفعالية ورعت هذه الفعالية. يا أخي لم يرعى الفعالية الحوثيين، هذه تعبر عن إرادة المؤتمرين. رفعوا صورة الشهيد علي عبد الصالح ورفعوا صورة الأمين العام الشهيد على الرزوكة، جاءوا من جميع المحافظات. لكن سيد يحيى يعني ما الفائدة برفع الصورة والقيادات المتواجدة بالصف الأول في هذه الفعالية؟ هي من باركت يوم مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين؟ هذه القيادات أو قيادات الصف الأول المتواجدة هي باركت ما حدث في تلك الفترة، واليوم ترفع الصورة ويتم يعني الإشهار ترفع الصورة بإرادة مؤتمرية وتنعقد الدورة بإرادة مؤتمرية ويناقش الجميع في داخل قاعة كافة القضايا والموضوعات ذات العلاقة بخطط التنظيم السياسية والتنظيمية بدرجة عالية من الشفافية والوضوح. لو اطلعتم على المناقشات التي شهدتها القاعة لوجدتم المؤتمريين بوسطيتهم باعتدالهم وهم يعبرون عن واقع تنظيمهم وواقع وطنهم بشفافية عالية. لم يكن أحد الجميع عبر عن إرادة المؤتمر وموقف المؤتمر ووسطية المؤتمر وحصول المؤتمر على مواصلة نهجه السياسي والوطني وبغض النظر عن وبدون وجود أي مضايقات. هذا بعد سنة بعد عام بعد انقطاع 5 سنوات وبفضل التحديات الكبيرة والعظيمة كان لابد للمؤتمرين أن ينتصروا بتنظيمهم وأن يعقدوا دورتهم الاحتياطية أن تمثل أكبر تكوين قيادي استشاري كبير يضم الإدارة العامة وبمختلف المحافظات شارك المؤتمرين في كل المحافظات وخرجوا بنتائج تعبر عن حرصهم على التمسك بتنظيمهم ووحدته وتماسكه لما فيه هذا من خير للوطن وهو رد عملي على كل محاولات التشتيت التي يسعى لها البعض عن اعلان اطارات لا علاقه لها بالمؤتمر الشعبي العام ولا بفكره ولا دليله النظري ولا لواحي ولا لنظمه. جميل، ابقى معي سيد يحيى واعود لضيفي من الرياض القيادي في المؤتمر الشعبي العام السيد ثابت الاحمدي. سيد ثابت مساء الخير. سيد ثابت هل تسمعني؟ سيد ثابت هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة يعني ربما في التواصل بسيد ثابت الأحمدي. سيحاول الزملاء حل هذه المشكلة وسنعود إليه لاحقا. وأعود لضيفي من صنعاء السيد يحيى نوري رئيس تحرير صحيفة الميثاق. سيد يعني يحيى، ربما علي عبد الله صالح وأسرته يعني يمثلون شيء مهم في مسألة القيادة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي نجد أن أحمد علي عبد الله صالح متواجد كنائب في ما تم التوصل إليه اليوم. يعني نتساءل هنا،
هل ما تم هو بتنسيق مع أحمد علي عبد الله صالح وجميع الأعضاء الذين حظوا بهذه المناصب؟ سؤالك مهم جدا. أولا يا جهة المؤتمر ومنذ أحداث ديسمبر المؤسفة كان من ضمن الخطوات التي اتخذتها هو إصدار قرار تنظيمي أصدره الشيخ صادق بن أمين أبو راشد المؤتمر الشعبي العام بتعيين الأخ أحمد علي صالح عضوا باللجنة الدائمة إضافة إلى لجنة الأمين العام الشهيد عارف الزوكا الشاب عوض عارف الزوكا. عندما صدر هذه القرارات لم نجد هناك اعتراضا يذكر من السفير أحمد علي صالح، وإنما تقبل هذا القرار، وتقبله لهذا القرار هو تقبله وتعامله مع القيادة المؤتمر الشعبي العام، وعبر عن حرصه على أن يظل المؤتمر الشعبي العام في حالة من التماسك والثبات في مواجهة كافة التحديات. ما حدث في اللجنة الدائمة هو امتدادا طبيعيا لموقف المؤتمر الشعبي العام والمؤتمرين، إذا القائد المؤسس للتنظيم الزعيم الشهيد علي عبد الصالح رحمه الله، وكان أن طرح الرئيس المؤتمر الصادق بن أمين أبو راشد مقترحا لمن يعمل معه كمساعدين في إدارة المؤتمر الشعبي العام للمرحلة القادمة. طيب سيد يحيى، عندما تتحدث بأن أحمد علي عبد الله صالح يعني هو موافق على ما تم اليوم، و بالتالي يعني نحن ننتظر قد يكون هناك ردود مغايرة خلال الساعات الماضية، ولكن كان سؤالي عن ما قبل هذا القرار، هل كان هناك توافق ما بين القيادات وهناك تواصل مع أحمد علي عبد الله صالح وبالتالي وصلوا لهذه الرؤية وهذه النتيجة، أم أنها يعني كانت عبارة عن قرارات فردية؟ لا أعتقد أن يعني الدولة عبرت عن إرادة المؤتمرين، إرادة المؤتمرين قيادة وأعضاء في اللجنة الدائمة، وأعتقد أن هذه الإرادة سيرحب بها السفير أحمد علي صالح، بل وسيقبلها لأنه صدق كما قلت لك أن عيننا عضوا باللجنة الدائمة، ولم يصدر أي تعليق أو يحدد موقفا من هذه الخطوة. كما حدث للخطوة الأولى بتعيينه عضو باللجنة الدائمة رحب به لأنه لم يصل أي بيان، وأنت الآن تقولي لدع هذا الأمر للساعات القادمة أن يصل أحمد علي صالح، وأؤكد لك أحمد علي صالح لن يكون لن يغرد خارج صلب قيادة المؤتمر الشعبي العام. طيب سأعود إليك سيد يحيى وسنكمل كثير من النقاط، ابقى معي سيد يحيى سأعود إليك و أذهب لضيفي من الرياض إذا كان الاتصال قد جهز حاليا. السيد ثابت الأحمدي القيادي في المؤتمر الشعبي العام. سيد ثابت مساء الخير. سيد ثابت هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا نعتذر، هناك مشكلة بالتواصل بالسيد ثابت الأحمدي ونعتذر على عدم مشاركته معنا، وأعود إليك سيد يحيى نوري. سيد يحيى، بما يخص قرار يعني تعيين أحمد علي عبد الله صالح نائبا في المؤتمر الشعبي العام، يعني هنا يتساءل البعض عن أنه كيف سيقبل الرجل بهذا التعيين وهو يعرف أن هناك يعني من القيادات التي اليوم كما تم تعيينها في الحزب القيادة الأولى هي من باركت مقتل علي عبد الله صالح في حينها ولم تعبر عن أي استنكار عن ما حدث في ذلك اليوم. يا أخي هذا كلام، يا أيها الزميل الرائع، هذا كلام خطير جدا أن تقول أن هناك قيادات مؤتمرية باركت اغتيال الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، هذا كلام خطير جدا لا ينبغي على قناة كقناتكم تتمتع بال. ما هي المواقف يعني ليتك تذكر لي المواقف التي تمت، ما هي المواقف التي صدرت حينها عن هذه القيادات؟ يعني من أنا أخذ الكلام أيها الزميل بحسب كلامك أن هناك جهة مالكة اغتيال الزعيم صالح، هذا لم يحصل ولا يمكن أن يحصل، ولو حصل هذا لا يمكن إحنا كمؤتمرين أن نقبل أي شخص مهما كانت موضعه مضرة أن يكون عضو بالمجلس الشعبي العام، هذا لم يحصل إطلاقاً إطلاقاً إطلاقاً. علي عبد الصالح كل الدعاية المؤتمرية كل القيادة المؤتمرية تؤكد أنها على تحترم بل وتقدر القائد المؤسس، وبل وتعمل الآن على
انجاز المؤتمر الشعبي العام يمثل احدى انجازات الزعيم عبد الصالح. لا يمكن ان اتصور ان قياده المؤتمر ينجز مهما ضبط التنظيم بهذه الصوره او يؤيد هذا العمل الشنيع. اقول هذا عمل شنيع، اختيار الزعيم كان عمل شنيع. طيب. عمل شنيع ومدان بكل ادوات الادانه. وضحت فكرتك، وضحت فكرتك سيد يحيى، وضحت فكرتك سيد يحيى، ولكن يعني دعني انظر اذا ما كان بالفعل هنا الاتصال بسيد ثابت الاحمدي حتى يعني تكون الصوره واضحه بشكل اكبر. سيكون معنا القيادي في المؤتمر الشعبي العام سيد ثابت الاحمدي، سيكون معنا من الرياض اذا ما كان الاتصال يعني قد جهز فعليا حاليا. سيد ثابت هل تسمعني؟ اهلا وسهلا بك اخي العزيز وبالمشاهد الكريم وبالضيف العزيز ايضا. اهلا بك سيد ثابت، ويعني نتحدث اليوم عن ما تم في صنعاء. كيف تابعت جلسه المؤتمر الشعبي العام برئاسه صادق امين ابو راس التي عقدت في صنعاء؟ عزيزي ما حصل هي المحصله النهائيه مهزله من مهزلات الحرب التي يمارسها في صنعاء. لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي لكلمة دولة، ناهيك عما ينبني على الدولة وما يترتب بداخلها وما يجري أيضا داخل هذه المهزلة أو داخل هذه الجماعة الكهنوتية. القيادات المؤتمرية داخل صنعاء اليوم لا يستطيعون امتلاك قرارهم، لا يستطيع أي قائد في المؤتمر الشعبي العام اليوم في صنعاء أن يغادر مدينة صنعاء إلى قريته أو إلى مدينة أخرى إلا تحت نظر وإشراف ومراقبة هذه الجماعة ناهيك عن أن يصنعوا قرارهم. ما حدث اليوم في 1 مايو لا يمثل المؤتمر الشعبي العام على الإطلاق. 15 محافظة يمنية لم تشارك في مهزلة ما سمي باجتماع اللجنة الدائمة. عن أي اجتماع للجنة الدائمة التي تزيد عن 6000 عضو يعني نعرفهم أو على الأقل نعرف أغلبهم؟ المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي تنص على أن انتخاب الرئيس ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام. فأين المؤتمر العام الذي انعقد وأين 15 محافظة بكاملها خارج هذا الاجتماع كامل؟ أيضا برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام يقوم على الثوابت الوطنية، على الجمهورية، على الوحدة، على ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وكل هذه الركائز والثوابت منعدمة اليوم تماما وأجزم بذلك، منعدمة ولا وجود لها مطلقا، لا ديمقراطية ولا جمهورية ولا وحدة ولا حتى قيم الدين نفسه. هذا بشكل عام، وفي الواقع لا نستطيع ان نصف ما حدث بانه اكثر من مزهه من مهزله وضحوكه. لكن سيد ثابت هنا ضيفنا الاخر الصحفي في المؤتمر يحيى نوري رئيس تحرير صحيفه الميثاق، يعني يقول ان ما تم في صنعاء هو تجسيد لاراده المؤتمريين. مع احترامي للاخ يقول له رايك خاطئ وانت غير موافق فيما تقوله، وقد التمس لك العذر لانك في صنعاء وتحت رقابه وقبضه وهيمنه الجماعه الكهنوتيه، وسياتي اليوم يا عزيزي الذي تعود فيه الى صفتك والى جمهوريتك والى مؤتمرك الشعبي العام الصحيح، المؤتمر الجمهوري الوحدوي القائم على المبادئ الوطنيه العامه. نعم، إذن ابقى معي واعود لضيفي سيد يحيى نوري. سيد يحيى لعلك استمعت لما قاله القيادي في المؤتمر الشعبي العام السيد ثابت الأحمدي، هو يعني أي تجسيد هنا لإرادة المؤتمر الشعبي العام؟ وهناك يعني وما تم يفترض أن يتم بملتقى عام للحزب بأكمله، وكيف يتم هذا بغياب يعني أكثر من 15 محافظة عن يعني التمثيل في هذا الملتقى؟ أولا أرحب بالزميل ثابت أحييه من صنعاء الصمود والتصدي. أنا زميل ثابت دخل في جماية لم تعكس فهمه للأسف الشديد للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي. أنا أقول هناك أنه اللجنة الدائمة تزيد على 20,000 عضو. نقول اللجنة الدائمة يا صديقي ويا زميلي هي مكونها وفق النظام الداخلي كأعضاء بحكم مواقعهم واعضاء منتخبون هما يصلون الى 1222 عضوا. هذا منهم اكثر من 800 عضو، يعني فوق النصاب المطلوب. نحن نقول ان المؤتمريين لما يقول ان هناك في محافظات
غابت عن هذه الدوره. اؤكد لك لو الاخ زميل سالت عني يتابع عبر اي شاشه الصوره الحيه لانعقاد الدوله سيلاحظ وجود الجمال. لا توجد هناك محافظه الا وشاركت بفاعليه مندوبيها ومصريها في اللجنه الدائمه. كانت الجميع شكل لوحه واحده. قضيه انه الدوره انه تنعقد في ظل دوره. المسؤول الشعبي العام يناظر اولا هنا وفي اطار برنامجه السياسي وفي اطار توجهاته وخطط تحريك السياسيه التنظيميه الحفاظ على النظام الجمهوري والثوره اليمنيه. هذا مبدا ثابت وعقيم وراسخ في توجهات المؤتمرين بل وفي ادبياتهم وبرامجهم المختلفه. لا احد يستطيع ان يتجاوز الثوابت الوطنيه، وهذا حتى نعبر عنه من خلال فعالياتنا الاعلاميه عبر صحيفه الميثاق لسان خالد المؤتمر الشعبي العام. نحن مع النظام الجمهوري مع الثوره السبتمبريه، نحن مع كل توجه يعمل على تنسيق الدولة اليمنية الحديثة القائمة بمرجعيات الثورة اليمنية. طيب سيد يحيى، سيد يحيى هنا تساؤل مهم، هنا تساؤل مهم سيد يحيى. يعني أحمد علي عبد الله صالح معروف بولائه للإمارات، وأيضا يعني طارق وإخوته كل جميعهم اليوم، والمؤتمرين الذين يعني خرجوا من صنعاء بعد ما حدث العام الماضي، يعني كلهم اليوم يقاتلون ويناضلون من أجل استعادة الجمهورية. يعني كيف يلتقي مؤتمر صنعاء الذي يتفق مع الحوثي بالأهداف مع تعيين أحمد علي عبد الله صالح الذي هو اليوم يفترض أنه ضد الحوثي الذي اختطف الجمهورية؟ أولا أتعامل المسؤول الشعبي العام مع السفير أحمد علي عبد الله صالح وانتخبه نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، انتخبه في إطار من الشفافية والوضوح داخل القاعة التي أكدت وعدت التصويت والحساب لانتخاب أحمد علي نائب رئيس المؤتمر. أحمد علي الآن في وضعه يعاني من عقوبات دولية، هذه العقوبات تمكنه أن يعمل في الجوانب السياسية أو غير السياسية. نحن الدورة الدائمة ويكون هذا في العلم في الجميع انها حاولت بكل الامكان وبكل ما لديها من امكانات الحفاظ على الوحده التنظيميه للمؤتمر الشعبي العام، ولم تتخذ قرارات تعسفيه في حق احد من اعضائها. لقد ابدت اللجنه الدائمه على العديد من المناصب القياديه بالعلاقه العامه كعملاء مساعدين هم بالغالب. هل عدالت ابو بكر الكردي كامين عام مساعد للمؤتمر لشؤون الاعلام؟ هل قال سلطان البركاني فهو امين عام لشؤون الاداره والاقتصاد؟ هل يعني المؤتمرين هنا يعبرون عن ارادتهم الخاصه بناظر لا تدعوا ان هناك حاجه معينه؟ وضحت فكرتك سيد يحيى. او لغيرهم لم نكن نشير بهذا الاتجاه وانكم نعقد اي جلسه. وضحت الصورة يحيى نوري صحفي رئيس تحرير صحيفة الميثاق، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفي من الأردن المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني نتساءل هنا ما الذي بقى من حزب المؤتمر الذي حكم اليمن لأكثر من 30 عام؟ المؤتمر يعني كما هو معروف هو حزب، كان حزب الدولة، حزب للمنتفعين للموظفي الدولة، وبالتالي الحزب من الطبيعي أنه يبحث له عن من يرعاه، من تبقى من هؤلاء الأعضاء يبحثوا لهم عن من يرعاهم. البعض منهم ذهب مع هادي، البعض منهم ذهب مع الحوثي، البعض منهم حتى ذهبوا مع الانفصاليين. يعني نجد الآن بعض مؤتمرين أصبحوا يشتغلوا، خاصة الصحفيين يشتغلوا مع الانفصاليين. وبالتالي كونه حزبا بشكل عام يتشكل من نفعيين فإنهم سينجذبوا عند من يعطيهم أي منفعة، ولهذا ليس هناك في حقيقة الأمر حزب حقيقي حتى نقول عنه بأنه الآن
انقسم لأسباب واضحة، لأسباب أيديولوجية ولا لأسباب فكرية ولا لأسباب سياسية. نعم. طبعا المتواجدين في صنعاء هم تحت رحمة الحوثي، ولا نستطيع أن نقول عن قراراتهم بأنها تأتي نابعة من إرادتهم، هم خاضعين لإرادة الحوثي والإملاءاته، والحوثي يحاول من خلالهم أن يظهر بأنه لا زال يسمح بشكل من أشكال التواجد الحزبي في مناطقه، رغم أنه عمليا الحوثي لن يقبل بأي شكل من أشكال التعددية مهما كانت محدودة، ما لم تكن فقط إلا واجهة ديكور اللي تظهره أو اللي يحاول يظهر من خلاله بأنه طرح حزب أو حاكم يسمح بشكل من أشكال التعددية، وهي عمليات ستكون زائفة بكل المقاييس. نعم، ابقى معي سيد عبد الناصر. أذهب بسؤال لضيفي ثابت الأحمد القيادي في المؤتمر الشعبي العام. سيد ثابت، في نقطة تعيين أحمد علي عبد الله صالح والتي ركز عليها الكثير، يعني من خلال أنك قيادي في المؤتمر الشعبي العام، هل ما تم من تعيين هو بموافقة مسبقة من أحمد علي عبد الله صالح؟ ولماذا لا يوجد أي توضيح حتى الآن من قيادات المؤتمر الشعبي العام التي لا تتبع الحوثي؟ يا عزيزي، ما نعرفه يعرفه الجميع أنه نحن لا تستطيع أن ترشح شخصا لم يرشح نفسه أساسا ولم يحضر، دعك من كونه لم يحضر، لكن نقول لم يطلب من الآخرين ترشيحه ولم يتقدم إلى صفوف يعني الحاضرين. مسألة ترشيح أحمد علي عبد الله صالح هي محاولة درى الرماد في العيون، محاولة فقط لتغطية عيب كبير، محاولة لسياسية خبيثة جدا جاءت بإعاز من الحوثي بصورة نعرفها تماما ويعرفها كل يعني الأغلبية. يعني تعتقد أنه لا توجد موافقة مسبقة في هذا الجانب؟ نعم، تعتقد بأن هناك لا توجد موافقة مسبقة من قبل أحمد علي عبد الله صالح؟ ما استطيع الجزم به ان احمد علي عبد الله صلاح لم يقل للحاضرين او لمن اجتمعوا في صنعاء رشحوني او اريد ان اكون نائبا او شيء من هذا القبيل مطلقا. و يعني بالتالي طيب هنا الناس تتساءل اذا كان لم يوافق لماذا لم يوضح حتى الان؟ يعني هنا يعني غرابه في الامر. هذا شيء يخصه مسألة بالضبط، هي شيء يخصه، ولكن هنا نحن من باب التحليل، يعني ما الذي يحدث؟ الرجل يا سيدي تحت الإقامة الجبرية في الإمارات العربية المتحدة ولا يستطيع ينفي أو يصرح أو يمارس أي نشاط سياسي، هذا طبيعي وعلينا أن نعرف هذا ابتداء. يعني المسألة ليست مقدوره لا أن ينفي ولا أن يثبت، إذا كان لم يستطع أن يصدر بيان عقب مقتل والده ما بالغ بأن يصدر بيان نفي ما يتعلق بالمهزلة الأخيرة بترشيحه. الرجل صامت وتحت الإقامة الجبرية ولا يستطيع أن يتكلم أو يصدر أي أو يمارس شيء. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر القيادي في المؤتمر الشعبي العام السيد ثابت الأحمد، كنت معنا من الرياض. وأعود بسؤال أخير لضيفي السيد عبد الناصر المودع محلل سياسي. سيد عبد الناصر، يعني فيما يتعلق بنقطة أحمد علي عبد الله صالح، هنا الكثير يعني يستغرب من عملية التعيين هذه، بينما يعني يقول هل بالفعل هل هناك موافقة مسبقة قبل تعيين هذا الرجل؟ وإذا كان لم توجد موافقة مسبقة، يعني لماذا لا يوجد موقف واضح حتى الآن؟ اتفق مثل ما ذكر ضيفك، هو من المعروف عنه أولا أحمد علي عبد الله صالح هو قليل الكلام، وفي الآونة الأخيرة هو تحت خانة العقوبات ولا يسمح له وفقا للعقوبات بأن يمارس أي دور سياسي على الأقل في دولة أخرى. ولهذا من حيث الشكل يبدو أنه لا يستطيع أن يصرح، وهو يبدو أنه من مصلحته ومن مصلحة هذا أن تبقى الصورة عائمة بحيث أنه لا ينفي ولا يؤكد. وفي نفس الوقت ما أرادوه المؤتمرين الذين هم تحت سيطرة الحوثي، أرادوا فقط استخدام اسمه لأنه اسمه لا زال يرمز لدى الكثير من أنصار المؤتمر بالعهد السابق وبفترة ما كان يحكم المؤتمر الشعبي والذي يحنون لها. وبالتالي هذا الأمر متوقع ما عملوه
فقط يريدوا أن يجعلوا المؤتمرهم قيمة ورمزية، ولكن طبعا المؤتمر الشعبي أكاد أقول ما لم تحدث معجزة تنفخ فيها الحياة فإنه حزب يشبه الحزب الاشتراكي بعد أن فقد السلطة في الجنوب، سيبقى حزب محدود، حزب يتقاسمه من يمتلك السلطة والنفوذ، أو إذا حدثت صدفة ما وأحد صاحب سلطة حقيقية يستخدمه ويعيد له الحياة، لكن أنه كحزب يتماسك من ذاته ويستطيع أن يكون فاعل بموارده الذاتية هذا أمر مستبعد، وكما هو معروف يعني الأحزاب في اليمن معظمها تريد من إما سلطة تدعمها محلية أو سلطة خارجية تدعمها، بدونها لا يستطيع أحد الأحزاب أن تقف على رجلها. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وبهذا نكتفي، أشكر أيضا ضيفي الصحفي يحيى نوري رئيس تحرير صحيفة الميثاق كان معنا من صنعاء، وشكر أيضا للقيادي في المؤتمر الشعبي العام السيد ثابت الأحمدي كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.